رأسية مرابط الخطيرة أسينسيو في الجهة اليسرى لمصلحة إيسكو. هنا المحاولة الآن إيسكو كلما تقدم كلما كانت الخطورة لدينا فيو عرضية. وبعد ذلك ماركوس أسينسيو يسجل بلمسة ولا أروع في مرمى ليجانيس. شوف التوقيت، توقيت قاتل، توقيت توقيت صعب، غاية غاية الصعوبة. هنا ثيو يريد ويقول شوف هذه عرضياتي، لكن الحطة 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 يا معلم، حطها بصورة غاية في الروعة في الزاوية الأولى، لكن الزاوية التي يتواجد فيها الحارس، لكن أي حارس يصد ويرد كرة ماركوس بهذه الطريقة الجميلة على طول، لمسها غمسها وضعها في مرمى ليجا.